وهذه بنت تقول: أنا فتاة في مقتبل العمر، وخطبني شاب ووافق أبي وقرأ الفاتحة معه، ثم تبين لنا أنه ليس على ما كنا نظن فيه، فهل يجوز نقض الفاتحة وفسخ الخطبة أم أن ذلك حرام؟ الوعد بالزواج لا يلزم الوفاء به، وبخاصة إذا ظهر ما يبرره، وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع، لا تترتب عليها حقوق، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدا ولكن قراءتها من باب التبرك بها. ومهما يكن من شيء، فإن الوفاء بالوعد كما قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر مندوب عند الشافعية وليس بواجب، ومخالفة المندوب جائزة ليست محرمة ولا عقوبة عليها. والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هي في العهود والمواثيق، والفرق بينهما واضح ظاهر، والله أعلم.